فرق بين الأهلي والباقي الأندية بالنسبة لك؟ بيزعلوا مني؟ مفيش هما مين اللي مقارنة، بيزعل؟ مفيش كله يزعل، يزعل، مفيش مقارنة، مفيش مقارنة. النادي الأهلي أول حاجة بيعملها لما بتخسر، بطولة وأنت بذلت فيها مجهود، بتشتغل السنة اللي بعدها ما تخلقش أعذار، ولا الجماهير ولا الأعضاء، ولا لما أخلق أعذار ما أنا هاجي اللعيب لسه جاي النادي الأهلي هيتحجج، أنا كنا مش عارف إيه، هعلمه ده، أقعد أقول له التحكيم، اقعد اقول له حسن حمدي، اقعد اقول له الاهرام، اقعد اقول له الفار، اقعد اقول له الحكم لابس الشورت منزله من تحت شويه، الشراب نازل شويه، ده تبرير كلام فارغ. لكن وردك على الاتهامات دي بيكون عامل ازاي؟ بضحك. احنا بصي اقول لك على حاجه، احنا ما نضيعش وقت. انا شفت الكلام ده بعناي، شفت مش بنلعب كاس العالم، انا احكي لك حاجات محدش يعرفها. كاس العالم للانديه ما رحنا اول مره خسرنا. خسرنا من اتحاد لان الناس ضغطتنا والاعلام ضغطنا وعشنا في ده وكلنا اعترفنا بده. لما خسرنا المباراه كان في اجتماع موجود جوه الفندق، وكابتن حسن حمدي كان زعلان جدا، وكابتن محمود مانويل زي قاعد غضبان قاعد عامل كده، مش عايز يسمع كده. فقام وقف بعد ما خلصوا، قال له عايز تقول حاجه؟ قال لهم احنا جايين مدرسه مختلفه، احنا جايين تكريم، دي مكافاه لينا اللي احنا موجودين هنا، مش مطلوب اللي احنا نزعل، المطلوب اللي احنا نبقى فخورين اللي احنا جايين نتعلم حاجه جديده واسمنا بيروح في مكانه تانية، والسنه الجايه هنيجي ونحقق. ما قعدناش في المؤتمر ولا في الاجتماع اللي جوه الفندق في اليابان نقول اصل الحكم كان مامته من الزمالك، لا من اسكندريه، لا من الاسماعيليه، ما عندناش كده. ما قعدناش نقول الفار مش موجود، ما قعدناش نقول الاهرام والشركه طب وانت الراعي. بتشوف نوعيه الاتهامات الغريبه اللي بيتلقاها النادي الاهلي دي من سواء وسائل الاعلام او من جماهير انديه منافسه، عشان الناس مش بتشوفها عايزه ازاي او بتسميها ايه؟ ايوه عشان الناس مش عايزه تتعلم. احنا في ناس اعداء النجاح بتشوف النجاح عايزه توقع فيه طول الوقت. اتعلم الناس دي بتنجح ازاي، اتعلم من النظام والانضباط، اتعلم من البطولات. ما فيش حد في تاريخ من 1907 ل 2021 الناس بتفتخر بالنادي ده بره وتخيلي بقى ان انت لعبت في النادي ده وصنعت تاريخ كبير جدا فيه. فبالتالي يعني مش عايز اقف عند ده لان الناس دي مش هتبطل. مبررات، خلق اعذار لجماهيرهم، كلام كتير جدا يخرجك بره المنطق والواقع. تلعب في كاس العالم وتكسب مش هين عليه يقول لك مبروك، بيقولها دمها تقيل، دمها تقيل، مش مقبوله خالص، فاهمه؟ مش عايزك تقول لي مبروك. هتقول لي بتلعب باسم مصر، لا بنمثل مصر وبنشرف مصر، لكن احنا الاهلي مش اول مره نروح كاس عالم، او احنا اول مره نروح، فاهم؟ لا احنا الاهلي بنحب تعرف قيمتي وتديني حقي في نجاح، عشان انت حتى في اخفاق اقول لك هارد لك بامانه وصدق. فانت بتخلينا اكرهك من طريقه كلامك المستفزه. وشفنا انا يعني عندي كلام كتير اقوله، مش عايز اتجاوز في حق حد، ولكن الاعلام عمره ما كانت مائده حوار، والجمله دي ما تشيلوهاش لو سمحت. الاعلام عمره ما كان مائده حوار تتكلم على اعراض وتتكلم على شخصيات وتتكلم وتعبث بتاريخ وتدي نفسها بطولات مش من حقها وتدي نفسها القاب مش من حقها وتتكلم. يعني الكابتن محمود الخطيب هو ليه مثلا، انا مش بتكلم كده والله، انا بتكلم اقول كلمه الحق اللي انا شفته. يعني هو الكابتن محمود الخطيب عايش في وجدان الاهلاويه ليه؟ عشان لعيب كويس؟ طب ما هو ما في مليون لاعب كويس. الكابتن محمود اللاعب كان من افضل من لمس كره القدم، ولكن الاخلاقياته هي المحببه في الناس. فتكلم ده اللي هو عنده الاخلاقيات دي اللي هي مش عند حد، ما سبتش بيته ما سلمش على مدى الحوار بتاعتك. وما فيش حد يقول عيب، ما فيش حد يقول ممنوع، ما فيش حد يقول وقف، وما فيش تلاقي اللي بيتوقف حد غلبان يعني لسه راح بس يعني عايز يظهر في الاعلام.